شهد الملتقى التوظيفي الأول بنادي الأهلي والذي انطلق اليوم الجمعة من مقر النادي بالجزيرة إقبالا مكثفا من الأعضاء للتسجيل في مختلف الشركات بالملتقى. ويضم الملتقى التوظيفي الأول والذي يقام تحت إشراف محمد جمال هليل عضو مجلس الإدارة 30 شركة في جميع القطاعات والتخصصات المختلفة. وشهد الملتقى تفاعلا كبيرا من الأعضاء مع الشركات المتواجدة به، حيث حرص الأعضاء على التسجيل والتقدم للوظائف المتاحة، علما بأن الملتقى هو الأول والذي ينظمه النادي الأهلي كخدمة مميزة للأعضاء. للمزيد من التفاصيل ننتقل الآن للزميل كريم أحمد. كريم، ما الجديد عندك؟ فيروز، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان من مقر النادي الاهلي بالجزيره. واليوم الملتقى الوظيفي الخاص بالنادي الاهلي، لو بنذكر طبعا كل مشاهدينا طبعا ان كان في ندوتين، ندوه في النادي الاهلي مدينه نصر وندوه في مقر الجزيره، لي يعني توعيه الاعضاء على ازاي يقدموا سي في، ازاي يكتبوا عدد من الاوراق القليل في السي في المقدم طبعا لكافه الشركات. الحقيقه النهارده يوم مميز جدا، عدد كبير من الشركات والبنوك الرائده، صناعه وزراعه واتصالات وامور عديده جدا طبعا. ويمكن من خلال لقاءاتي مع الاعضاء هنا حاجه رائعه، وبيشيدوا طبعا بالاعضاء، بيقولوا يمكن بيشيدوا طبعا بشكل كبير جدا بكل الامور الخاصه هنا، وبيقولوا طبعا حاجه رائعه من مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يوفر لنا عدد كبير جدا من الشركات هنا داخل النادي الاهلي، لان بيبقى في صعوبه كبيره جدا زي ما احنا عارفين في كل الوظائف المقدمه. بشكل عام طبعا حاجه رائعه جدا، واكيد هينضم لنا في هذه اللحظات الاستاذ محمد جمال هلال عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي الحقيقه طبعا زي ما بنقول بنشيد بالاداء بمجلس الاداره متمثل فيه. طبعا برحب بيك في البدايه استاذ محمد طبعا، وحاجه رائعه زي ما قلنا، حاجه مميزة من خلال لقاءاتي مع الاعضاء، الاعضاء بتقول فرصه مميزه جدا وحاجه رائعه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. حطينا في اجواء اليوم النهارده ماشي ازاي، وازاي شايف النهارده الاقبال المميز ده للاعضاء؟ لا الحمد لله، اقبال اكتر من المتوقع بكتير جدا. ده طبعا اول امبلويمنت فير او ملتقى توظيفي يتعمل في النادي الاهلي او في جميع انديه مصر، فكون ان الاقبال النهارده بالشكل ده دي حاجه كويسه جدا جدا تسعدنا، وتخلينا ان احنا نحاول ان احنا بعد كده ننظمه على طول عشان نوفر خدمات كويسه لاعضاء النادي، ونقدر ان احنا نعمل لهم حاجه كويسه. وده طبعا مش تفضل من النادي، شغلتنا اصلا ان احنا نعمل كده. يعني لو برجع للندوات اللي هي كان ليها وعي او ليها يمكن نصيب كبير ان هي وعيت الناس، ناس كتير كانت بتكتب سيفيهات بعدد اوراق كبيره جدا، الصيغ الكلام ده، شايف ان ده وعى النهارده الموضوع وخلى فيه سلاسه في الدخول وفي الخروج بشكل عام؟ طبعا طبعا. الندوات احنا عملناها في الثلاث فروع، فرع الجزيره هنا وفرع مدينه نصر وفرع الشيخ زايد، والحمد لله لقت قبول برضو، وتعلموا هم ازاي يكتبوا السي في بتاعهم بشكل بروفيشنال، بشكل احترافي، يعني ينفع ان هو يقدمه في شركات كبيره زي اللي جايه النهارده اللي موجوده هنا في المؤتمر. زائد ان هي وعيتهم برضو هم يعني اليوم هيبقى عامل ازاي، ديك برضو كان ليها عامل مهم جدا، ان هم يخشوا يعملوا الاول ريجستريشن ويسجلوا الحاجه بتاعتهم، وبعدين ياخد البوكلت اللي هو الكتيب بتاع الامبلويمنت فير، يبتدي يشوف ايه الوظائف المناسبه للسي في بتاعه، ويبتدي يتوجه للشركه اللي هو عارفها ان هو نفسه يشتغل في الشركه دي، ويروح يشوف حسب الوظائف الخاليه فيها. فدي كان حملات توعيه كانت كويسه جدا قبل مش هنقول اسماء شركات، لكن عايزين نوضح للناس، احنا عارفين ان في اتصالات وصناعه وحاجات كتير جدا، لكن عايزين نحط الناس كده نقول للشركات اللي موجوده داخل النادي يعني بتتخصص في ايه بشكل عام. احنا كنا مركزين ان نجاح الملتقى التوظيفي ده طبعا في شقين، الشق الاول انت تعرف تجيب شركات كويسه كبيره في قطاعات متنوعه تغطي كل المؤهلات اللي موجوده، يعني سواء تجاره سواء صيدله سواء هندسه سواء الحاجات دي كلها. الشق الثاني الاقبال على اللي هو الملتقى التوظيفي، واحنا الحمد لله النهارده طبعا الشركه اللي منظمه معانا اللي هي شركه جوب ماستر قالت لنا ان الاقبال كويس جدا جدا، وان هم بيتمنوا ان هم ينظموا معانا بعد كده ملتقيات كتيره، ودي حاجه كويسه جدا لاعضاء النادي، وان شاء الله الفكره تتعمم في انديه مصر كلها، علشان يعني اهم حاجه ان احنا نخدم شباب مصر يعني. بعيدا كعضو مجلس اداره، كعضو بقى للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، شايف السعاده على الاعضاء والكلام والاشاده الكلام ده بينعكس ازاي عليك انا كعضو جمعيه عموميه قبل ما اكون عضو مجلس اداره في النادي الاهلي؟ لا طبعا احنا سعداء جدا جدا ان احنا بنعمل حاجه كويسه لاعضاء النادي، وبنشكرهم وبنقول لهم ان احنا يعني نفسنا ان شاء الله احنا هنفضل متابعين مع الشركات دي عشان نعرف فعلا هيعينوا وياخدوا من ولاد النادي قد ايه، لان دي شغلتنا، يعني دي شغلتنا كمسؤولين عن الاداره في النادي الاهلي يعني. وطبعا بشكر المجلس الاداره، وبشكر الاداره التنفيذيه، وبشكر الشركه اللي نظمت معانا، وبشكر كل الشركات اللي شاركت، وبشكر في الاخر اعضاء النادي الاهلي اللي هم جم وكان التوافق بتاعهم كبير النهارده. شكرا قوي، شكرا.
كل الشكر والتقدير طبعا للاستاذ محمد جمال الهولاي العضو مجلس اداره النادي الاهلي المتمثل طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يكون النهارده متواجد في الملتقى الوظيفي. حاجه رائعه جدا زي ما بنقول، مساعده الشباب وغير الشباب من قبل النادي الاهلي، واجب وطني زي ما احنا عارفين على النادي الاهلي. الامور هنا ماشيه بشكل رائع جدا، يمكن اقل من ساعه وهينتهي هنا اليوم. اليوم كان بادئ من الساعه 2 ظهرا حتى الساعه 8 مساء، كان في يمكن توافد كبير جدا في الساعات الاولى، لكن في هذه اللحظات يمكن خلاص الاعضاء ابتدت في الساعات الاخيره ما يبقاش في تواجد كبير، لكن اكيد بنوجه تحيه لمجلس اداره النادي الاهلي على هذه الخطوه الرائعه. وعوده ليك يا فيروز من جديد. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهواء مباشره.